انا حرم الرائد احمد شومان. لو افكركم يعني، لو حد مش عارفه، هو ده اول ضابط نزل قبل التناحي ورجع لشغله تاني عادي، ونزل تاني في احداث محمد محمود، وبقى له 75 يوم دلوقتي محجوز في المخابرات على قيد المحاكمه. اخر جلسه ليه كانت يوم 11/1. عايزه اقول لك ان هو يعني لو شفته مش هتعرفه، حالته الصحية اتدهورت جدا جدا. كان اتعرض لوعكة كده صحية بس كانت جامدة شوية، واتنقل بعديها لمستشفى القبة العسكري، ورفضوا زيارته ساعتها. بس يعني الحمد لله شفته يوم 11 اللي فات، كان يعني كان واقف على رجله. يعني انا بطالب سيادة المشير، يعني بقول له يا فندم، احمد شومان واللي زيه دول اشرف ضباط في جيشك، ويعني ابسط حاجه يعني حضرتك، احنا كنا منتظرين انك يعني تصدر قرار بالافراج عنهم في يوم 25 اللي فات. مش عارفين نعمل ايه اكتر من كده، التماسات وقدمنا مسيرات لاهل الضباط ومشينا. طب يعني ايه، طب ايه هم بقالهم احمد بقاله 75 يوم بتتاجل الجلسه، بتتاجل، والجلسه جايه يوم 12/2. انا يعني بنامل في ربنا ان يكون يوم 12/2 ده نهايه المحنه دي، ويرجع لاولاده ووالده ووالدته. مش عارفه اقول ايه اكتر من كده، بس يعني التهم المتصنفه توصيفها القانوني يعني جنحه، ان هو نزل بالزي العسكري وادلى بتصريحات بعض الناس نقلوها يعني على النت، وتهمة غياب 4 أيام اللي هو كان فيهم في التحرير، مع انه كان في اجازة، هو ما كانش في غياب. يعني مش عارفة يعني، بس اذا كان الضباط دول يعني اشرف ضباط في الجيش المصري بيتحاكموا ويتبهدلوا وتهانوا بالشكل ده، يعني انا شايفة ان مجرد محبسهم والبلد في حالة ثورة دلوقتي، انا شايفة دي اهانة ليهم، واهانة وادانة لكل مصري حر حاسس ان في ثورة. يا سيادة المشير ويا السادة اعضاء المجلس، لو كنتم مؤمنين ان في ثوره قامت في مصر، فيعني ابسط قواعدها دلوقتي انك تفرج عن احمد شومان والضباط اللي زيه، الناس اللي نزلت وراه، سواء كان عمرو متولي او الرائد تامر بدر او الضباط اللي كانوا نزلوا قبله كده وخدوا احكام. يعني يا ريت يا فندم يعني حاول تتصالح مع شعبك كده، يعني ابسط حاجه تقدمها لهم يعني الافراج عن الضباط دول لا سرقوا ولا نهبوا ولا هربوا فلوس. الناس الفئه الثانيه دي احنا ما شفناش ولا حكم رادع لحد دلوقتي، شايفين مماطلات في المحاكمات بتاعه رموز النظام السابق، ما شفناش ولا حكم على ضابط شرطه قتل ثوري وحرق قلب اهله عليه. فيعني من باب اولى ان الضباط اللي صندوا الثوره هم اللي يخرجوا. شكرا. يعني احمد شومان واللي زيه ما خرجوش عن الاطار اللي سيادتك واعضاء المجلس حددتوه من اول يوم نزلتوا فيه على الارض، من يوم 28/1. الناس دي نزلت قالت يا جماعه الجيش والشعب ايد واحده. حدث كتير اللي اتورط فيها الجيش، ماسبير ومحمد محمود وبعد كده مجلس الوزراء، الناس دي نزلت لما نزلت احمد شومان واللي زيه، ما نزلوا في محمد محمود، دول عززوا صوره المؤسسه العسكريه على الارض. الناس اللي ما كانتش طايقه تشوف عسكري جيش، ما شفناش ما سمعناش شعار الشعب والجيش ايد واحده بعد الاحداث كتير اللي تم توريط الجيش فيها دي، لما احمد شومان نزل تاني يوم 22 والناس شالته. يعني انا مش عارفه هما بيتحاكموا على ايه؟ بيتحاكموا على وطنيتهم، على حبهم للبلد، بتقولوا خلفوا القواعد العسكريه. يا فندم البلد في حاله ثوره، والثوره ليها استثنائيه في كل حاجه، استثنائيه في ظروفها وفي احكامها وفي مشاعرها، يعني ده باعتراف سيادتك وباعتراف العالم كله، مصر لسه في حاله ثوره لحد دلوقت. فيعني ابسط قواعد الثوره دي يعني انتوا مش قادرين تحاكموا اللي جنوا على الثوره ولا على اولادها. على الاقل مش هقول لكم كرموهم، لا، على الاقل ما تحاكموش وبهدلوا اللي ساندوا الثوره.